سام زيفير من دكتور الفلويد هاي كلاين هارت عشان هذا الفلويد دكتور الانفلاماتوري فلويد الويب شوف شلون تتحرك مع الدخل هذا الكروس سكشن مال الانترام هو هذا هو كل شيء بالها ليه دكتور تعرف دكتور البيتكوين ليه مور اكتف فروم رايت هذه هي فولكل الثانيه هنا انا الدايميتر التقليد يوصل لل 40 ملي متر هو يوصل لخمسه دكتور مو هذا هنا مسجل على الشبكه ها سجل قصدك على الميجرمنت إيه؟ هنا من بالزائد غير إيه؟ ما دار في الحد الان ما شفت ما بدي احط النار بس يتسمد مو هنا سجل ترى اختار الكيبورد ما دار في الحد الان صراحه يعني ليش ندور دوره وندور واحد يعلمنا ما ايش كم مره قلت له قلت له يقول لي هو عود انت بعدين تتعلم يعني كولون موضوع على زين.
مره ربيت 275 275 ملكات موخ ملكات الدوله واحد من ملكات مال لا لا هذا كمان سنوات من الواحد انا معقد هو الخطوة على التوزيع وحس القرار بعد الحالة دي على بعض حتى الدكتور جسر منظم لا هو بس حتى الدكتور هو تبعتك انت فلسة ترد بعد الوتراني فنس تريد ما لقيت من جوا 10 سي سي يعني كل الغالي يعني مقفولة تفتح ممكن هسه جمتنا اليوم مقفولة ان شاء الله ما في لا كيف تدفع يا حبيبي ان شاء الله دكتور ب 100% ما له شغل دكتور الله صحيح ما له وجود يعني لا والله سويت لنا مرتين الا بحاله هو احنا انا اعطيك الجمرز على الاقل المفروض يعني بس حاجة. بس ياخذ 100 لو كان كمان وداوت لي بيت جمرز يقول 100 جبتك انت لله هذا هذا احكي له فريش قال يعني لو فرق 300 300 ولا انا مش معامله مع كذا ولا ما لا انا اقول لك هو من عندكم مو شفت الدبلجات اللي قال لك اياها سيارتك؟ فيها يقول لي لا حاطه لو حاطه مع شرطه هو والله حرام اسمك كثره مين قال؟ غير خام؟ مين قال لك انا؟ انا ما صرفت فيها 1000 جنيه هسه لحد الان وصلت كم؟ تبعت الجوال وين تبعت احنا ما نحكي بغداد ولا بروح شوف بغداد؟ اي بغداد بالعكس بغداد ارخص اكو واحد يمي قال شو اسمه لا عرفت من بغداد 80000 شفت لك اياه؟ يعني عندك لوحات؟ ايوه هو ثقه مضبوط؟ يعني وانا خابرك انا ولا بتجلب وقت يقول هم لابسوا بطلات ما كل مكاتب مال الكتاب يعني شوف واحد يقول لك خمسه واحد يقول لك ثلاثه واحد يقول لك اربعه يعني تمشي انت هذا وهذا اللي كنت اقول لك عليه في ثلاثه وصلت لي للغرف يعني بسويها مرحله مرحله ايش بكيفك انت؟ بس هي على العموم لكم يعني شغل بغداد يعني اهل يقول لك سيارتك بغداد يقول لك اسهل من الديار الديار حيل صعب هي قد تكون اسهل بانهم بالمعلومات موجوده بس هي اصعب بيش بالكميه وشهاده الكسره مالتهم شلون؟ دكتور محمد حاطي خبر من الجهه اسمه فخوس هذا النمر الثاني الرايت 1 الرايت 1 يقول يقول ديك السؤالات ايه اصغر هو اصغر فعلا دفع مثلا جورك ايه اسمع الفولكم اسمع الفولكم اسمع الفولكم اسمع الفولكم اسمع الفولكم اسمع الرايت كل الالوان كل الالوان من الاسود هو الفولكم صغير طبعا قياسا بالليف هو مكاتب فقط بظلال ورقه سموها طلب ترقيم واجهين سموها؟ لا هاي برا فاير اللي الثانويه مالتك مستنسخه وطلب ترقيم والطوب اول ما تروح للواجهه مال السياره تاخذها كل ليله ترجع مصرف تاخذ الظاهر مالتك ما تكون بس ترد بس تنسخها شهر مثلا خليها تجيب القضيه ترجع لهم اياها مره ثانيه انت ما يصير انت ما يصير والله بس والله بكيت والله يا ابني رجال من كوري اه لا 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 ل